السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنكمل مع بعض حل كتاب كونكت فور، كتاب جم الاضواء سنة رابعة ابتدائي الترم الثاني 2024، الكتاب الاضافي كتاب الامتحانات. خدنا مع بعض مراجعة على الوحدات بالكامل وامتحان شهر مارس، والنهاردة معانا امتحان على منهج شهر ابريل، وهننزل امتحانات عامة على المنهج. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد. ونبدأ مع بعض بيج 32 صفحة 32 امتحان على منهج شهر ابريل. السؤال الاول listen and circle، استمع وضع دائرة. the correct answer، حول الاجابة الصحيحة. from a b c او d، من الاربع اختيارات. نسمع ونحط دائرة. عزيز lives in a big city where there are lots of cars. cars put chemicals into the air and make the air polluted. polluted air is dangerous for people. when they breathe it, they cough and feel sick. ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني choose، اختار. ده اختياري على كلمات المنهج. choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. from A B C or D، من الأربع اختيارات. Hannah is on a boat trip، هي في رحلة قارب. she likes it، بتحبها. when she travels on، مدام رحلة قارب تبقى on water. you need to be not don't copy information، ما تنسخش معلومات، يبقى respectful، خليك محترم ما تنسخش معلومات. Sarah needs a nut on her bike، يبقى helmet، محتاجة خوذة في دراجتها. You should keep your nut secret your password، لازم تخلي الرقم السري بتاعك سر. سؤال تالت أكمل القطعة بالكلمات. Science يعني علامات أو لافتات. helmet خوذة. يلو أصفر. سيت بيلت حزام أمان. جرين أخضر. حبيبة is always careful، دائما حذرة أو حريصة. on the road، على الطريق. she follows، هي بتتبع. the road signs، لافتات الطريق. to be safe، لكي تكون آمنة. she always، دايما. wears a nut when she is on her bike، لما تبقى على دراجتها بتلبس ايه يا ترى؟ هلمت، خوذة. she wears the nut when she is in the car، seat belt، تلبس حزام الأمان لما بتبقى في سيارتها. she waits for the nut light، يبقى green light، تستنى الضوء الأخضر. to cross the road، لكي تعبر الطريق. and uses the crosswalk، تستخدم ممر المشاة. to cross safely، لكي تعبر بأمان. page 33، وقطع عليها أسئلة. read the text، اقرأ النص. and answer the questions، وأجب على الأسئلة. رانيا lives in a big town، تعيش رانيا في مدينة كبيرة. in Egypt، في مصر. there are different types، في أنواع مختلفة. of transportation، من وسائل النقل. where she lives، حيث تعيش. رانيا lives near the school، بتعيش بالقرب من المدرسة. so لذلك. she goes to school on foot، تذهب إلى المدرسة سيرا على الأقدام. her mom، أمها. goes shopping، تذهب للتسوق. on the other side، على الجانب الآخر. of the town، من المدينة. she takes the bus there، تذهب أو تأخذ الأتوبيس إلى هناك. رانيا's dad، أبو رانيا، takes the train، بياخد القطر. to work، لكي يعمل. because he works in the city، لأنه يعمل في المدينة. trains، القطارات. move on rails، تحرك على سكك حديدية. every year، كل سنة. رانيا travels، تسافر رانيا. to visit her grandparents، عشان تزور جدها وجدتها.
who live in London اللي بيعيشوا في لندن. She always travels by plane دايما تسافر بالطائرة. أسئلة القطعة، النوع الأول تشوز اختار. رانيا goes to school تذهب رانيا إلى المدرسة. قال لي انفوت سيرا على الأقدام عشان هي المدرسة قريبة. trains القطارات move on rails تحرك على سكك حديدية. answer أجب. how does رانيا's mom go shopping كيف أم رانيا تتسوق. طبعا هو قال لي أم رانيا بتروح بالأتوبيس يبقى باي بس أو she takes the bus. why does رانيا's dad take the train to work ليه أبو رانيا بيركب القطر إلى العمل. هقول عشان شغله في المدينة. because he works in the city. السؤال الخامس صحح. you should قال لي to turn your phone off at night. طبعا should بيجوا المصدر بدون إضافات وبدون to يبقى you should turn your phone off at night طفي تليفونك بالليل. you need need لو جه وراها فعل لازم اقول need to need to المصدر يبقى need to look لكن لو جه وراها اسم ما حطش ايه to هنا ايه look لو جه وراها اسم ما حطش ايه ما حطش to يبقى need to والمصدر need لازم نيجي احط معاها تو والماستر. تو ستوب هير اند ويت فور ذا جرين لايت لا ستوب هير بدون اضافات فعل الامر ياتي في اول الجمله بدون اضافات. ستوب هير توقف هنا اند ويت فور واستنى ذا جرين لايت الضوء الاخضر. يو شود بي هيلب طبعا يو شود بي هيلبفول يجب ان تكون مفيد تو اذر بيبل يبقى احولها لصفه. السؤال السادس بنك تويت علامات ترقيم. you mustn't run on the road هنا ال y capital في أول الجملة هنا mustn't في أبوستروفي اختصار كان أصلها must not لا يجب أن تجري على الطريق وهنا في فول ستوب نهاية الجملة موجودة. السؤال السابع write a paragraph اكتب فقرة of about 18 words من 18 كلمة using the following guiding elements باستخدام العناصر الإرشادية. العنوان اسمه Air Pollution تلوث الهواء. بين علامات تنصيص بسيب مسافة في أول سطر. هنا بيقول لي What can cause air pollution اللي ممكن يسبب تلوث في الهواء. How can we stop air pollution كيف نوقف تلوث الهواء. ممكن أقول cars السيارات سيب مسافة cars make air pollution تسبب السيارات تلوث الهواء. they put chemicals هم بيحطوا عايد على السيارات المواد الكيميائية into في the air الهواء. ازاي نوقف ممكن اقول some cities بعض المدن some cities بعض المدن are trying بتحاول to stop ان هي توقف air pollution تلوث الهواء واجيب مثال واحد على مدينة من المدن. طبعا لو احنا فاكرين في يونت 11 خدنا بعض المدن زي مدينة لندن في انجلترا او مدينة الغربية في مصر او باريس في فرنسا او كوبنهاجن في الدنمارك او حتى في الصين في دولة الصين ان هم بيعملوا مجموعة من الاشياء عشان يقللوا التلوث. مثلا ممكن اقول ناخد مثلا في الغربية في مصر ان غربية مثال واحد ايجيبت في الغربية في دولة مصر
farmers الفلاحون stopped توقفوا burning rice straw. طبعا استخدموه على في الحيوان، لكن خلاص الباراجراف احنا حققنا 18 كلمة واسيت كده. يبقى خلصنا امتحان مراجعة على منهج شهر ابريل. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.